الموظفين بتوعي عند جيهان مراد. ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايح عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتم ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضارة؟ بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخدة مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه؟ بس ما نروح البيت، ليلتكوا سودا النهاردة، يلا. يا استاذ مرجان. ايوه. لو سمحت تتكلم معاهم بطريقة كويسة. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتورة؟ اولادك مش اطفال. من حقهم يعبروا عن رأيهم حتى لو كان متعارض مع رأيك. يا سلام يا سلام، وانا بخليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركة؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشة بتاعتي، انتوا عاملين الحفلة دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتورة شيهان. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما بسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزورة. شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكم بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكوا فيا ليه؟ لا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك، مشوه صورتك شوية. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره؟ ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقيه شويه، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤيه وعنده بصيره وعنده ثقافه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. انا اشتري 20 زي الدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعالى هنا، حد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. ايه واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ لا عفوا يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طولي؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب ليا انا. اشر بس.
انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر. هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. السنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعض 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وأديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونه؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونه وحساب السحر بقى عندي. الكتاب طلع من المطبعه يا باشا، طباعه زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذه مختصره كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه. العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه موجوده سعادتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك، لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس لقد إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فأغضب. أيوة حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده أنت منور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو،
بشلن بخمسة قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعة مش عيش. اتفضل يا حاجة دوقي. دوق يا حاجة. دوق يا معلم. دوق ما يهمكش. هو ايه المشكلة في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لأمه بياكله قبل ما يروح بيتهم. أمه تسأله يقول لها مليان مسامير ومليان إزاز. يا جماعة هي دي المشكلة. الإخوة الأعضاء الأيام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة. بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاية من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للإخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس. أنا هقول لكم على حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. أحد العمال اللي عندي قفشوه في لجنة ودوه القسم. بعد يومين ثلاثة قلت أروح أخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل وعاملين له تورتة وبيحتفلوا بعيد ميلاده وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور. دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شامورتي زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه. انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان. انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد وتسيبونا بقى احنا والقطارات نقبض في بعض. عظيم. احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض. والله ابن حلال بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي. العنوان حلو. عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب. أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة. إنها عصارة الأمل. وأي أمل؟ إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري. بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة اوصف لك قد ايه كنت فخورة وانت بتاخد الجايزة. بس برضه يا بابا حضرتك غلطان. ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخة.
وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه تانية؟ ما احنا عملنا الطبعه التانية قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضو الحمد لله. انا بس يعني عايزه اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. العجاتي انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزله. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين من مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن وعضو مجمع اللغه العربيه والحاصل على جائزه الابداع في النقد الادبي من جامعه اوكسفورد. ايه ده؟ دي حاجه بسيطه كده على مقسم حلاوه الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي الساعه الصبحيه ما حدش يقول الرزق لا. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصه صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان. في إيه؟ أن يقول. دي حاجة بسيطة كده تبحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي أنت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر ان انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالوا لي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص انت وش فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعة عبد اللطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونه عشان الحلزونه عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان،
ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا انسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معاك دي بكام؟ 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 ولاد فرقة توفيق، اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا أستاذ مرتين. منين؟ وبيعملوا إيه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه، ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هما تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال حكايه ايه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك؟ أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه والثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفتح بيوت. التخط اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي انتوا تكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المال اللي بتشربوها مية مرجان، الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان، الملابس الداخلية اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا أستاذ مرجان تختار ألفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخلية؟ طب يا ست ما تزعليش، الأندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. أيوه يا بابا تتعلم. وتاخد شهادة. ما هو مش معقولة تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهادة ايه ونيرت ايه؟ النهاردة الشهادات بتاعتكوا دي ما تسويش تعريفة. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعة تشحطوا، والحكومة خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش أي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركوا قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص أروح أقدم في مدرسة وألبس مريالة وأرجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم إنك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة، لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي، ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل الماجستير، ودي باسعار اقل شويه. ما فيش حاجة من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصية عامة، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي، ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع يا حسن، أنا ولادي دماغتهم جزمة قديمة زي كفاية حكاية الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت